نروح للخبر المهم اللي كنا بنتكلم عنه منذ قليل، وهو خبر إعارات النادي الأهلي إلى نادي زيسكو في تشيكي. ومعانا دلوقتي على التليفون كابتن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي. مساء الفل يا كابتن أمير. يا كابتن أسامة، مساء الفل. قول لنا، كنت معانا أنت يعني من فترة هنا في قناة الأهلي، وعدتنا وقلت لنا في مفاجآت حلوة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبدأت تظهر إعارات لأوروبا ما شاء الله، عندنا ثلاث لعيبة. بص يا كابتن، دلوقتي الفكره فاكر لما انا خدت معاك فعلا على الهواء قلت لك ان احنا بدانا ان احنا فعلا بقالنا فتره بنشوف عروض وبروتوكول مع انديه اوروبيه عشان نطلع نلاقي فرص للناشئين بتوعنا بره مصر. دي ليها كذا هدف، ان احنا ممكن نكسب منه ماليا وممكن نكسب منه فنيا، ويا اما اللعيب بعد لما يكون موجود مثلا بره لمده سنه وسنتين بيرجع الاهلي بعد كده، تمام، يكون ليه بيكون مستواه اتطور فنيا وبدنيا يعني. وفي نفس الوقت برضو ممكن اللعيب نفسه ان هو يبقى ربنا يكرمه بره كويس في اوروبا، احنا وقتها ماليا بنستفيد بعد كده من ترانسفير الثاني والثالث والرابع وهكذا. تمام، فاحنا بدانا الكلام ده فعلا من فتره، الكورونا عطلتنا شويه، وبعد كده الحمد لله كان اول تعاون مع نادي تشيكي اسمه زيسكوف. تمام. بعت عرض من اسبوع لثلاث لعيبه في مواليد 99 و2000، هم مصطفى فوزي وميدو حسام واحمد السيد وميدو حسام. مظبوط. ده شكل التعاون في الثلاث لعيبه او حتى اللعيبه عامه بتفرق، في لعيبه هتطلع اعاره من غير نيه بيع عشان الاهلي يرجعوا النادي بعد كده، كويس. في لعيبه هيطلعوا اعاره نيه البيع، وفي لعيبه هيطلعوا بشكل شراكه بين الاهلي وبين النادي اللي بره. وفي نفس الوقت برضو غير نادي زيسكوف عندنا بروتوكولات تانية الفترة الجاية إن شاء الله بنقفلها مع أندية أوروبية في بلاد تانية برضو، علشان يبقى عندنا كذا مخرج للعيبة بتوعنا إن هم أماكن يتطوروا فيها، بدل ما إحنا النهاردة كل سنة اللعيبة تطلع من عندنا بيطلعوا بشكل ببلاش أو فري، فإحنا بنخسر، أنت بتصرف على لعيب حوالي 10 سنين وفي الآخر بتمشي الجيل كله من غير تفيد منه. فإحنا الفترة الأولانية الحمد لله أول حاجة عملناها إن إحنا عملنا إعارات داخلية داخل مصر وداخل مصر، والحمد لله أثبت نجاح جامد جدا من اللعيبة اللي ظهروا السنة دي والسنة اللي فاتت. فالخطوة الجاية بقى إن شاء الله إن إحنا كمان في إعارات خارجية في أوروبا برضه بنطور فيها اللعيبة بشكل أكتر من كده كمان. ده كلام مهم جدا يا كابتن أمير، يعني إحنا ممكن الفترة اللي جاية نشوف إعارات من لاعبين آخرين كمان من داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. هيحصل إن شاء الله. طيب، دايما بتضرب المثل باحمد عبد القادر، لاعب دلوقتي المعار الى سموحه، وبتضرب دايما المثل بيه ان هو في التجربه بتاعته كمان احترف في الدوري التشيكي ورجع ما شاء الله كمان على المستوى الجسماني ما شاء الله حاجه رائعه، وكمان المستوى الفكري، فدايما بتضرب المثل باحمد عبد القادر في التجربه دي. فهل التشيك يعني هي المحطه بتاعت او وجهه كابتن امير توفيق في تسويق اللاعبين، ولا ممكن نشوف في دول اخرى تانية؟ لا، في دول اخرى طبعا، التشيك بلد مميزه جدا في قطاعات الناشئين بتاعتها. كويس. في التاسيس البدني كمان عندهم علميا بشكل محترم جدا، وده على فكره بدا يطبقه بروكيتش عندنا في حقيقة. في الناشئين في النادي. وفكره ان هو اللعيب النهارده زي عبد القادر اتفرج على عبد القادر لما كان في الاول كان في الناشئين، بعد كده لما سافر رجع جسمه فرق ازاي وقوته فرقت ازاي. وهو ما شاء الله كمان عبد القادر المنتاليتي بتاعته كويسه جدا. تمام. هو بتاع كوره، هو ما عندوش حاجه غير كده خالص. هو رجع من هناك، احنا كنا لما طلع سموحه احنا كنا عارفين ان هو هيفرق وهيعمل شغل كويس، وما شاء الله عامل شغل كويس جدا معاهم هناك. عبد القادر من اللعيبه ممكن احنا وقتها لما خرج كنا لسه مش موجودين في النادي يعني. بس لما خرج ورجع، لا احنا شفنا الفرق ده بعينينا. انت عندك اكزامبل، هو ما اتعملش بشكل منظم زي ما احنا شايفين دلوقتي دي، لكن في الاخر شفت لعيب خرج ورجع لك بعد كده وطلع اعاره لسموحه، ممكن يرجع الاهلي او ما يرجعش لحاجه تبقى الرؤيه الفنيه لجنه التخطيط والمدير الفني، لكن في الاخر لعيب مميز ليه مستقبل معانا الفتره الجايه ان شاء الله. احنا كمان بنشكرك يا كابتن امير، وما شاء الله كمان لجنه التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي خلال الفتره السابقه عامله شغل رائع، وكمان النهارده عندنا احتفاليه خاصه بفريق 2001، الفريق اللي فيه دلوقتي في الفريق الاول حمزه علاء في حراسه المرمى، وعندنا احمد نبيل كوكا كمان كان موجود وبيشارك الفتره السابقه، وفي شادي رضوان اعارات، وعربي بدر كمان اعارات لنادي الجونه. بالظبط. بالظبط. وبرده هتلاقي السنه الجايه احنا من السنه اللي فاتت خرجنا 97 اعارات كتير ورجعوا لنا السنه دي. السنه دي خرجنا 99 عمار وعبد المنعم وبخري وعبد القادر، برده هتلاقي السنه الجايه برده واللي بعدها هتلاقي 2001 بيطلعوا اعارات في الدوري المصري، غير ان شاء الله الاعارات الخارجيه.
فده توجه ان شاء الله يكون مفيد للنادي، ان احنا النهارده عندنا قطاع ناشئين محترم جدا لازم نستغله بشكل كويس وبشكل منظم اهم حاجه. الاعراض داخليه او خارجيه تدي اللعيبه احتكاك اكبر، بيلاقوا فرصه ان هم يلعبوا اكتر، يا اما ان احنا زي ما قلت لك في الاول يبقى في استفاده منهم فنيه يرجعوا لنا الفريق الاول عندنا بشكل كويس، او ان لو لعيب خلاص مش هيكون مناسب للفريق الاول عندنا بيكمل بره فاحنا ماليه مثل منهم. واحنا بنشكرك يا كابتن امير، شكرا جزيلا. شكرا. نروح دلوقتي بقى الفاصل، وبعد الفاصل نبدا بقى الاحتفاليه بتاعتنا واستقبال ابطالنا فريق 2001. انتظرونا ولكن بعد الفاصل.